اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم فقنا شويه بكري وفطرنا وغادي نخرجوا دابا، انه اليوم هو النهار الاخر ديال لي سولد. ماشي لي سولد، هما لي سولد غيبقاو، اللي بغى يتقضى اونلاين غيبقاو حتى لو 6، ولكن اللي بغى يمشي يشوف الحاجه في المحل عادي يتقداها. اليوم هو النهار الاخر، لانه غدا ان شاء الله غيكون الكونفينمون، كلشي غادي يسد ما عدا المحلات ديال المواد الغذائيه، هما اللي غيبقاو حالين. هذاك الشيء علاش قلنا اليوم خصنا نطرقوا المسمار، اليوم ضروري خصنا نخرجوا باش ناخذوا الثلاجه وناخذوا ماكين الصابون وناخذوا حتى النشافه. سيفدو من لي برومو اللي غادي يكونوا، يعني مادام اننا غناخذوا شي حاجه اللي خاصه انا ما غنهربوش منها، خصنا نشريوها ولا بد. قلنا نمشيو باش نستافدوا من هاد لي سولد اللي كيكونوا ديال راس السنه. المهم مازال ما عارفاش بالضبط المحلات اللي كيكون فيهم الاثمنه مناسبه واللي غلقه فيهم داكشي، ولكن ديجا كنا قلبنا شي شويه ولقينا شي محلات اللي كيبيعوا داكشي ديال الكتروميناجي باثمنه، يعني هما في الغالب كيكونوا نفس الاثمنه، في الغالب كيكونوا نفس الاثمنه في لي سولد، كلشي كيدير بحال فحال، غير هو كاين اللي كيدير مثلا كيعطيك واحد بونداشار ديال 100 دولار، وكاين اللي ما كيعطيهاش لك، يعني هنا فين كيبقى الفرق. اما الاثمنه كلشي كيكون فحال فحال. المهم ما غنطولش عليكم، غنديكم معايا باش تاخذوا فكره على المحلات وتاخذوا فكره على الاثمنه ديالهم، وفاش غنجي ان شاء الله اكيد راه غنشارك معكم هذاك الشيء اللي خديت. نسيت ما قلتش لكم، لقيت الكوكوط واخيرا لقيت الكوكوط، لانه الطياب في الكوكوط ماشي هو الطياب في الجميله. جميله كتبقى تسنى 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 تسنى، خصوصا هاد البوطات اللي كيكونوا ديال هكا ديال الضو، كيبقاو يطفاو يتشيلو يطفاو يتشيلو. راه ما نقول لكم شو الطياف في الجميله، اوف عرفتي زعما الكوكوط رحمه رحمه والله. المهم لقيتها في واحد المحل، انا شفتها غير في ديبليون ما شفتهاش في المحل، غير في ديبليون شفتهم انهم دايرين فيها السولد، لانهم هنا الكوكوطات ما تلقاوهمش نادرين، تقلبوا عليهم تقلبوا تقلبوا نادرين، ما كيكونوش نهائيا، وحتى الا كانوا كيكون الاثمنه ديالهم طالعه بزاف. المهم انا مادام انه شفتها كاينه سولد قلت غنمشي نجري ناخذها هي الاولى، ما غنزقلهاش غناخذها هي الاولى، وخصوصا انه لا مارك ديال تيفال يعني زوينه. ومهم يا ربي غيلقاها يا ربي غيلقاها، لانه فاش كيكون فحال هاد لي سولد كيطيروا عليهم. المهم غنديكم معايا، الا لقيتها غنقولها ليكم، والا ما لقيتها صافي بقيت مع جميلتي، هادشي اللي غندير. يلا دابا غنمشي نلبس مونطويا باش نهبط، وعلى داك المونطو خاصني نمشي ناخذ مونطو اخر، لانه مونطو واحد ما غيكفينيش، خصوصا دابا جاي البرد وداكشي، ضروري خصني على الاقل واحد اخر باش نبدل حتى نجي. غنخرج دابا وغنشارك معكم هداكشي اللي غنلقى ولي زارتيكل والاثمنه وكلشي، وفاش نجي ان شاء الله راه غنشارك معكم هداكشي اللي خديت. يلا بقاو مع الفيديو.
حنا دخلنا دابا للدار المهم يلا لقيتوني دخلت دابا قلت غنشارك معكم اول حاجه نشارك معكم هذاك الشيء اللي خديت باش ما ننساش المهم فالي صال ديال بزاف الحوايج يعني المقالي باش نقول لكم المهم اي حاجه كتخص الكوزينه كان فيها الصول اللي زوين بزاف المهم منها هذا كما كتشوفوا هو ليزار باش كتغطى الناموسيه والمخاد وليزار ديال الكويت عرفتوا هذا بعدا بزز باش كنلقى العبار ديال الناموسيه بزز باش كنلقى لانه فعلا وحله ناموسيه كبيره بزاف المهم هذا كان الثمن ديالو كما كتشوفوا هنا ها هي 89 يعني بحال تقولوا تقريبا 90 دولار وكانوا داروه ب 25 يعني من 90 هبطوا ل 25 ومع 29 والله ما بقيت عاقله المهم 25 ولا 29 هذا هو الثمن خديت منه جوج خديت هذا ابيض مع الكري مزوق وخديت هذا اللي ساند هكا في الكرون المهم هذا خديت منهم هكا جوج وخديت الكوكوط تخيلوا معايا الكوكوط لقيت جوج اللي مازال جوج اللي مازال وحده اللي حاطينها دايرين بها ليكسبوزي يعني وحده محطوطه باش كتشوف الشكل ديالها وجوج مازال في الكرتونه مزدودين عليهم عرفتو غير جيت طرت على وحده قلت ليها واش مازالين قال لي لا قال لي اليوم النهار الاخر يعني كاع داكشي اللي بقى عندنا في السطوك كلشي مخرجينه اللي كاينه هي هذيك واللي ما لقيتيهاش راه ما بقاتش يعني ما بقيناش مازال غنحطوهم نوريها ها هي الكوكوط ديالي انا حليتها وقلبتها عرفتو كتحسوا بها ثقيله كوكوط نيت ها هو الشكل ديالها لا مارك تيفال وسهله حتى في الحله والصبه ديالها والصفاره ديالها ديما هنايا بالنسبه للناس اللي كتبقى توضرني من الصفاره فين هي الصفاره الصفاره ديالها ديما هنايا بالنسبه لهذه خديت ديال السائطر يعني راه تهز ليا وشنو خديت عاوتاني خديت المونطون خديت واحد الطاقيه وخديت واحد الشعله نوريه لكم انا نجيب ونوريه لكم ها هي الطويقيه اللي خديت هنايا واخا انا كنت جبت معايا واحد جوج طاقيات ولكن كيدخلوا البرد لانه هنا خاصكم الطاقيه اللي كتكون بحال هكا شفتوها بحال مضوبله ولا مبطنه من الداخل ولا مهم شفتوا الشكل ديالها باش ما تدخلش لكم البرد ما تكونش غير صوفه وحده صافي لانه الا كانت غير بحال هكا كتدخل البرد من هاد التقيبات ضروري خاصها تكون بحال هكا وهذا هو المونطون اللي خديت عرفتوا زوين عجبني خصوصا تخيلوا معايا حتى هو لقيت فيه واحد كنت قبل مشيت للمكازا اللي كنت خديت منها اللي خديت منها المونطون الاول لقيتهم كانوا داروا الصود صافي طار كلشي ما بقى حتى شي حاجه بقاو غير لي طاي اللي صغار يعني اللي كتلبس سمول ولا الاكس سمول هذيك غتبرع اما لي طاي ديال مثلا الال ولا هذا والو ما كاينش الال الفوق ما غتلقاوهمش ناقص 40 هنا بالنسبه للمنطوات راه الولاب والدولاب والضم يكون فيهم هادي في الكمال هادي ولاب والضم تكون في الكم باش كتزير لكم على يديكم وما تخليش البرد يدخل كتقلبوا على في المونطو هي الاولى قبل ما تشوفوا المونطو قلبوا على هادي وصافي وخديت هذا بالنسبه للاخر كان عندي ناقص 30 وهذا خديته ناقص 40 الشكل ديالو زوين وطويل طويل 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 هذا حتى الركبه صافي وبالنسبه للطويقيه خديت لها هذا الشال معاه صافي هادشي اللي خديت المهم هادشي اللي خديت يعني كما شفتوا معايا خديت هذيك الكوكوط اللي كنت غاده على قبلها وخديت جوج ديال لي زور وصافي وبالنسبه للثلاجه وماكينه الصابون والنشافه هذوك ديجا كوموندينا عليهم الثلاجه قال لنا حتى لو 31 غتجي وبالنسبه للشي الاخر حتى لو 4 حتى النهار 4 يناير عادي يقدروا يجي ماشي مشكل دابا ديجا دفعنا لا كوموند ديالنا خلصنا كلشي نتسناوهم حتى يجيبو ما عندنا ما نديرو المهم هادو هما اقرب لي دات اللي لقينا اقرب لي دات اللي لقينا هذا هو الفيديو ديال اليوم المهم كنتمنى انه يكون عجبكم ونتلاقى معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله خليتكم على خير كما العاده باي باي